أعلن مارك فيسنو وزير الزراعة الفرنسي أن بلاده تدرس إتاحة طرق برية عبر بولندا أو رومانيا لمرور الصادرات الغذائية من أوكرانيا كبديل لاتفاق الحبوب البحري. وكانت روسيا علقت السبت الماضي مشاركتها في اتفاق الحبوب الذي عقد بوساطة الأمم المتحدة لأجل غير مسمى، بعدما قالت روسيا إن هجوما كبيرا بطائرات مسيرة أوكرانية استهدف أسطولها في البحر الأسود بمنطقة القرم، وارتفعت أسعار القمح والذرة الاثنين نتيجة انسحاب روسيا من الاتفاق. وقال فيسنو إنه لن تكون هناك تداعيات مباشرة على المستهلكين الفرنسيين. وللمزيد من المعلومات والتفاصيل ينضم إلينا من مرسيليا مراسل القاهرة الإخبارية خالد شقير. خالد أهلا بك. يعني الآن وصل التفكير، أو إلى أين وصل التفكير الفرنسي من أجل إيجاد طرق برية لتصدير الحبوب الأوكرانية؟ أهلا بك رعد وبكل متابعين ومشاهدين القاهرة الإخبارية في كل مكان. الحقيقة منذ بداية الأزمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحذر الجميع من أهمية ملف الغذاء العالمي وأهمية عدم تعريض حياة البشر للخطر، وكان قد دق ناقوس الخطر بوجود أو احتمال وجود أزمة في القارة الإفريقية، أزمة للغذاء. ولهذا سعت فرنسا منذ بداية الأزمة للإبقاء على الحوار مع الرئيس الروسي بوتين، وبالتحديد الرئيس الفرنسي كانت له يعني اتصالات عديدة مع الجانب الروسي، مع الرئيس الروسي وأيضا مع الجانب الأوكراني، أسفرت في النهاية إلى توقيع هذا الاتفاق لتصدير الحبوب عن طريق البحر الأسود. ما ذكرته في الخبر رعد الحقيقة في تصريح صباح هذا اليوم لوزير الزراعة مارك فيسنو على إذاعة إغتيال الفرنسية، أكد على أنه لا خوف بالنسبة لزيادة الأسعار في الذرة والقمح هنا في الداخل الفرنسي، وعلى أن فرنسا تقوم بدراسة توفير القمح وإرسال القمح عن طريق الطرق البرية ما بين أوكرانيا ورومانيا من جهة، وأيضا أوكرانيا وبولندا من جهة أخرى. ولكن الأمر يبدو أكثر تعقيدا، والحقيقة أن الأمر لا يمكن وصفه سوى بأنه محاولة من قبل روسيا على حد قول أو تصريحات بعض من المحللين السياسيين والخبراء الاستراتيجيين والعسكريين، بأن روسيا تجد نفسها في مأزق كبير على الأرض وسط خسارات كبيرة، ولهذا هي حاولت معاقبة الدول الأوروبية من خلال ملف الطاقة. وفي هذا الملف على وجه التحديد استطاعت الدول الأوروبية حتى الآن يعني القيام بصد روسيا ودعم أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة، فتستطيع القول أو تحدثوا على أن روسيا الآن تستخدم هذا الملف في محاولة للي ذراع المجتمع الغربي أو العالم الدول الغربية، وتحاول أيضا أن تضع هؤلاء الذين يحصلون على القمح من القارة الإفريقية في مأزق، وتحاول أيضا صب الاتهامات على أن القمح يحصل عليه الدول الأوروبية، وهذا ما نفته كل الدول الأوروبية. الدول الأوروبية تقوم الآن بعمل بعض من القوافل لتوفير الحبوب في أوروبا وتصدرها إلى الدول الإفريقية والدول الأكثر عوزا للقمح. هناك مطالبات بأن تعود من قبل مثلا وزارة الخارجية الفرنسية بأن تعود مرة أخرى يعني روسيا إلى هذه المفاوضات. طيب خالد، يعني هل الطرق المقترحة الآن
هي طرق موجودة بالفعل، قائمة بالفعل، أم أنها طرق سيتم استحداثها للمرحلة المقبلة؟ الطرق هي موجودة، ولكن كل ما يتم دراسته هي دراسة لوجستية لهذه الطرق، وأن إمكانية النقل الفعلي والكميات التي يمكن إرسالها والاستغناء عن البحر الأسود في ظل عدم قبول روسيا بالعودة مرة أخرى، ستكون هناك مشكلة كبيرة. الأمن الغذائي سيهدد ليس فقط القارة الإفريقية، بل سيهدد أيضا القارة العجوز. هنا عندما نتحدث رعد عن زيادة أسعار الذرة التي أدت بصورة كبيرة جدا لزيادة أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية، الخضروات واللحوم وغيرها، وأيضا زيادة أسعار القمح أدى في بداية الأمر إلى زيادة أسعار الخبز في الدول الأوروبية. دول أوروبا الشرقية زاد سعر الخبز بنسبة 32%، فرنسا أقل الدول زيادة في سعر الخبز وصل إلى 8%، ومع زيادة أسعار الطاقة ونقص أسعار ونقص الحبوب أو القمح أو الذرة، ستكون هناك مشكلة اقتصادية كبيرة، وتتحول مشكلة الأمن الغذائي والأمن الطاقة إلى أمن اجتماعي، وستزيد المشاكل الاجتماعية، وهذا ما كانت تراهن عليه روسيا، وهذا ما تحاول الدول الأوروبية وفرنسا من تقديم بعض الحزم إلى شعبها وإلى شركاتها، حتى لا تغلق. هناك بعض من الشركات الفرنسية تم إغلاقها بالفعل رعد في هذه الأوقات ولو مؤقتا، وحصول العاملين فيها على بطالة مؤقتة حتى الأول من شهر أبريل القادم. نحن في أزمة، هذه الأزمة تتلخص في أن على روسيا الآن هي عدم رفضها العودة مرة أخرى إلى هذا الاتفاق، وهذا ما تحاول فرنسا الحقيقة بصورة مباشرة وبصورة غير مباشرة إلى أن تطالب روسيا بالعدول عن هذا القرار، لأن له تداعيات كبيرة جدا ليس على الدول الإفريقية فقط ولكن على دول العالم أجمع. طيب خالد، لكن هنالك من يرى أن رب ضارة نافعة بين قوسين هذه الأزمة الجديدة بالنسبة لفرنسا، يعني التساؤل إلى أي مدى يمكن أن تستفيد فرنسا من الأمر اقتصاديا في ظل مرور هذه الشحنات عبر أراضيها. وأنت تفضلت قبل قليل وتحدثت عن أن النسب ارتفعت أرقاما أحادية في المئة. الحقيقة رعد، فرنسا لا تنظر إلى هذا الأمر من الناحية الاقتصادية أو من ناحية الربح. فرنسا تريد أن يكون أو تكون مشكلة الأمن الغذائي التي لو حدثت في إفريقيا، وإفريقيا هي القارة الأقرب للقارة العجوز، ستدفع القارة العجوز الثمن نظراً للتوقع الهجرة غير الشرعية المتوقعة من هذه الدول. فرنسا من الدول الأوروبية أو تقوم بقيادة الدول الأوروبية لتوفير القمح وإرساله إلى القارة العجوز وإلى الدول الأكثر فقراً وإلى الدول الأكثر عوزاً لهذه الحبوب، ولكن استراتيجية الجانب الروسي هي تحاول معاقبة فرنسا والدول الغربية لدعمها لأوكرانيا. وحتى هذه الخطوة التي اتخذتها روسيا، الحقيقة كل الاستطلاعات للرأي التي أكدت على أن إذا كان هناك ملف يتفق فيه الفرنسيين مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حتى هذه اللحظة، فهو موقفه من الحرب في أوكرانيا وتقديم الدعم لأوكرانيا وتقديم الأسلحة لأوكرانيا، وأيضا ترك الباب مواربا مع الجانب الروسي للدخول في مرحلة ما إلى حوار. نتذكر رعد تصريح المشهور للرئيس الفرنسي الذي قرره مرة أخرى في زيارته الأخيرة إلى روما، وهو لا لإذلال روسيا. نعم خالد شقير مراسلنا من مرسيليا، شكرا جزيلا لك.